وثائق ومخطوطات أصبحت قديمة ومهترئة، فهل هي غير صالحة للاستعمال حتى ولو كانت قيمة؟ كلا، فهنا في مركز المحفوظات الوطنية لا تنتهي صلاحية الوثيقة إلا بانتهاء أهميتها. هكذا يستقبل المركز الوطني للمحفوظات الوثائق الرسمية والتاريخية والعلمية من الإدارات المركزية والعمومية، حيث توجه للحفظ النهائي بعد أن تمر بمراحل عدة. تقوم مصالح مركز المحفوظات الوطنية باستقبال الأرصدة الأرشيفية على مستوى المركز، وذلك بعد عملية الإجراءات التي تقوم بها مع المصالح الدافعة. واليوم هنا نقوم باستقبال دفعة من رئاسة الجمهورية. بعد استقبال الوثائق يتم فرزها وتمحيصها وتلخيص مضمونها وتحصيل القدر الكافي من المعطيات فيها. أنا بصدد معالجة أحد الملفات التابعة لرصيد الغرفة التجارية خلال الفترة الاستعمارية للسنة 1943، وفق حيث أقوم بالمعالجة العلمية وفق التقنين الدولي لوصف الأرشيف إيزاجي. أقوم أولا بالقراءة الأولية للملف، ثم التمحيص والتدقيق في الملف لاستخراج الكلمات المفتاحية أو ما يعرف بالكلمات الدالة. بعد معالجة الوثائق توجه نحو رقمنتها عبر مرحلة التصوير المصغر أو ما يعرف بالمصغرات الفيلمية أو الميكروفيلم. العملية الأولى جينا الوثائق من عند الأرشيفيين مصنفة ومرتبة، من بعد نقوم بعملية التصوير، من بعد عملية التحميض، من بعد عملية التركيب على الميكروفيش باش تخرج لنا الوثيقة هكذا. والهدف من الميكروفيلم هو الحفاظ على الوثيقة والتبليغ السريع للأرشيفيين وربح المكان، حيث نربح المكان 98%. بعد الحفظ الرقمي للوثائق يتم الشروع في عملية الترميم التي تمر بعدة مراحل من خلال التشخيص الفيزيائي والكيميائي والتحقق من مظاهر التلف التي قد تصيب الوثيقة. نقوم بعملية تحليل ميكروبيولوجي باش نتعرفوا على الفطريات المتواجدة في لي دوكيمون تاعنا، باش نديروا لهم عملية تعقيم قبل ما نبداو عملية الترميم، باش نحوا هذه الفطريات اللي تأثرنا على الدوكيمون تاعنا في التكاثر تاعها ولا في المعاملات تاعها فيما بينها. من بين مظاهر التلف الفيزيائية عندنا الضوء، الحرارة والرطوبة، وأيضا عندنا مظاهر الكيميائية، عندنا الأحبار، الغبار، الغازات والأتربة. من بين التجارب اللي نقوم بها على مستوى المخبر عندنا تجربة انحلال الحبر، ثاني تجربة هي صنع الغراء المناسب لعملية الترميم اللي راح يساعدني في بقية المراحل. ترميم الوثيقة لا يعني المساس بمحتواها، فالدقة والتركيز مطلوبان للحفاظ على المعلومات التي تحتويها. في هذه المرحلة نقوم بالمعالجة الفيزيائية للمواد الأثرية واللي هو المخطوط طبعا، وعملية الترميم هي عبارة عن عملية تجميلية لكن بدون تغيير أو تزييف. يعني الوثيقة تاعنا نحاولوا أننا نقربوها إلى شكل أقرب إلى الأصل، لكن بدون إدخال أي تغيير أو تزييف في المحتوى. دونك نقوم باستعمال ورق ترميم يكون السمك ديالو يتوافق مع الوثيقة الأصلية واللون أيضا، وحنا نقوم بتلوين ورق الترميم باستعمال مواد طبيعية. نقوم بتحديد الثقوب والثغرات، فنملأ هذه الثقوب والثغرات باستعمال ورق الترميم، ثم تدعم العملية باستعمال ورق الياباني. بالمخيط كما لو أنها قماش يتم جمع الوثائق قبل تغليفها ثم تجليدها وكتابة البيانات على الغلاف الخارجي للمجلدات. كما شفتوا كما دوكا خيطناه لهنايا، نحيوه من الكوزوار
ونخليو له 5 سنتيمتر تاع طال الفيصل هذه باش نستعملوا لو كارطون تاعنا. بعد ما نستعملوا لو كارطون يخرج لنا بهذه الطريقه هنايا نديروا لاطوال. بعد ما نديروا لاطوال نديروا لو بابي فونتيزي. بعد ما نجيبوا الكتاب تاعنا نديروا في هذا لابريس هكذايا هكذا. عندنا الكومبوستور وعندنا هادو لي فليرون اللي نزينوا بهم الكتاب. نكتبوا لو تيتر تاعنا بلي كاركتر هادو. وعندنا هاد الفيل دوري نديروه على الضو تاع الكتاب بهذه الطريقه ونغرافيو لو تيتر تاعنا. بعد ما هذا يكون سخون يخرج لنا العنوان تاع الكتاب والزخرفه اللي تكون فيه، يعني هاو كيفاش يولي الكتاب. بعد كل هذه المراحل تصبح الوثائق التاريخيه جاهزه للاستغلال. هنا في هذه القاعة يتم استقبال وتسجيل وتحديد متطلبات الباحثين، ثم يتم تقديم وسائل البحث الورقية والآلية والفهارس للباحثين، ويتم بعدها جلب الوثائق وتمريرها إلى لجنة قراءة الأرشيف التي تحدد قابلية الإطلاع على الوثائق. مجمل الباحثين الذين يأتون على مستوى قاعة المطالعة هم من المؤرخين والباحثين وأيضا الطلاب الجامعيين والمواطنين للبحث عن البحث في الأرشيف التاريخي المتعلق بالفترة العثمانية والفترة الاستعمارية وما بعد الفترة الاستعمارية. فرز ومعالجة ورقمنة وترميم، كل هذه الخطوات وبكثير من الدقة والحذر والتمعن والتركيز من أجل حفظ ما يمكن حفظه وإنقاذ الوثائق خاصة التاريخية من التلف، وحتى تكون في متناول الباحثين والمؤرخين والطلبة وكل المعنيين.